معناها حرة من حرائر مدينة حماة. أم الريم الحموية تروي لنا ما جرى معها في سجون عصابات الأسد. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف تم اعتقالك أختك؟ تم اعتقالي من بيتي، خذوني بطريقة غير شرعية، يعني ركبوني بالمصفحة، أخذوني لعندنا على الفرع بطريقة غير شرعية، وأنا بالمصفحة عم يعذبوني. ما هي طريقة التعذيب اللي كانت تواجهك جوا المعتقل؟ شبح 3 أيام، كهرباء، سلخ، قتل بالكبال الكهرباء، يقتل حرمة بالكبال الكهرباء، يكهربوني. حتى في كان معي بنت عمرها 16 سنة ناشطة إعلانية اغتصبوها، إن كان معي امرأة عمرها 55 سنة تم كهربتها تكهرب، كان معي أطفال عمرهم 9 سنوات، 9 سنوات إنهم كتبوا على الحيطان، كانوا معتقلين أطفال، أطفال. طيب أنت شو كان دورك بالثورة لحتى تم اعتقالك من منزلك؟ كنت ممرضة تداوي جرح الثوار. طيب وبعد خروجك بالسلامة هل تابعت المسيرة الثورية أم توقفت عن العمل؟ لا، تابعة بإذن الله حتى إسقاط النظام بإذن الله. شو الرسالة بتوجهها لبشار الطاغي؟ لا يا بشار، حرائر حماة، حرائر سورية كلياتها متابعة هالمسيرة حتى إسقاط النظام، حتى إسقاطك يا كلب، ومنصورين بعون الله، إذا بتضل سنين وأيام، منصورين منصورين إن شاء الله. إن شاء الله.